قيل للإمام علي رضي الله تعالى عنه: إنك شيعي رافضي. فقال: قالوا ترفضت. قلت: كلا، ما الرفض ديني ولا اعتقادي، لكن توليت غير شك خير إمام وخير هادي، إن كان حب الوصي رفضا، يعني الإمام علي، إن كان حب الوصي رفضا فإن رفضي إلى العباد. ومن ذلك أيضا: إذا ذكروا عليا أو بنيه وجاءوا بالروايات العلية يقال: تجاوزوا يا قوم عنه، فهذا من حديث الرافضية، برئت إلى المهيمن من أناس يرون الرفض حب الفاطمية. لخفت من سيف العدو وكنت